علمنا ربي فرحنا شحال كبرنا وقرانا وطلبنا ربي فرحنا الوداد المستغني من جديد ضمن حظيرة القسم الوطني الأول بعدما غاب عنه موسمين كاملين. هذا الموسم أعد العدة وسطر برنامجا مدققا سمح له بإعادة مكانته ضمن النخبة الوطنية. وداد أمل المستغانم هذا الفريق الذي تأسس سنة 1945 ويعد الفريق الثاني بعد الترجي من حيث التأسيس، صعد للقسم الوطني الثاني موسم 90-91 ثم مباشرة لعب في القسم الأول موسمين 91-92-92-94 ليعود للقسم الثاني موسمين آخرين تنافس خلالهما مع فرق قوية ولها سمعة طيبة. من كتبت أنايا كانت الفرقة في خطر، في خطر في كل ميدان من دون المالي ولا اللعابه. ملي دخلت انا صطت خدمه محدده وطبقناها وتمشنا على هذاك الشراء واليوم نجحنا لاباس الحمد لله. مستغانم هذه المدينة الرياضية الثقافية عاشت هذه الآونة الأخيرة أحلى أيامها بمناسبة صعود ممثلها وداد أمل مستغانم إلى القسم الأول بعد مشوار البطولة الوطنية القسم الثاني التي تنافس خلالها مجموعة من الفرق القوية بدءا بالجار ترجي مستغانم، شباب مازونة، اتحاد بالعباس والملاحق العنيد غالي معسكر. الوداد بفضل مجموعة من اللاعبين الممتازين والمسيرين وطاقم التدريب وعلى رأسه السيد بن نور استطاعوا كسب الرهان وتكملة المشوار بنجاح، فما عدا الست مقابلات التي أجراها الوداد خارج قواعده والتي انهزم فيها استطاع أن يحصد باقي نقاط المقابلات خاصة بميدانه وأمام جمهوره، فكان الفريق القوي في الهجوم حيث سجل 51 هدفا محتلا بذلك مرتبة أحسن هجوم بينما تلقى دفاعه 28 هدف فقط. مجموعة اللاعبين الذين استقدمهم الوداد هذا الموسم كانوا في المستوى نظرا لتجربتهم من جهة والجو العائلي الذي ساد الفريق من جهة أخرى، أمثال عزاوي، مرابط، زروق، لكحل، وبرحوا هذا الأخير هداف الفريق ب 25 هدفا يقول عن سر نجاح الوداد في هذا الموسم. مرحبا عبد الكريم، جي 25 كون، قلب هجوم للوداد، سجلت 25 هدف كراسا لي جوار وبليس باش لحقنا لهذا لوبجيكتيف تاع لاكسيسيون. المسؤولين تاعنا بليس اللعابه وين كنا في راحه تامه، وهذه الراحه تامه كل شيء هو سر المهنه تاع الوداد، والحمد لله لاكسيسيون اللي تفاهمنا عليها حنا والبريزيدون تاعنا لو مومون اللي بغينا نبدو لو ديبي سيزون تاعنا، قال لوبجيكتيف سي لاكسيسيون، حكينا حنا والمدرب قال لك غير شوا امنوا. خدمنا مع ليكيب باسيونال اواسط، كنت مع الفريق الوطني اواسط مع المدرب احمد زيتون الله يرحمه، واليوم ثاني الواحد لوبجيكتيف راه غير يوصل ويقول يخدم وما نقطعوش ليا ماغري ليكيب باسيونال تاعنا باللي تاليمينات كل شيء، سي لو مومون لينا حنا وين نبرهنوا كل شيء، الواحد يتعب ويدير لوبجيكتيف ولا كاع الفريق الوطني دروك راه باغي يتبدل، سي نورمال لو فات اللي يتبدل غير شاوي يديروا الثقه في هذا لجان وكل شيء. مشينا بعد الكريم وثاني جوار زعما قلبهم زعما من الطرف زعما يقول لك الاول الاول يا هنا جا ولاد الوداد يغرقوا فرحوا بالطلعه. حضور ومساندة الجمهور، وقوف المسيرين على كل كبيرة وصغيرة أعطت لمدرب الفريق السيد بن نور الثقة الكاملة والشجاعة المثلى لتخطي الصعاب وربح ورقة الصعود. قالوا الداخلي تاعهم يعني في لاحتيك دكا يقول بلي لازم الوداد تلعب لاكسيسيون،
جي جوي الجمعة مع لي ديفيزيون اون سونسيبيزي لي جوار يعني ونقول حاجة بكل صراحة بفضل الكوميتي اللي كانوا حاضرين وعلى راسهم سي تشاقولنا الحضر يعني بصفة عامة كاع يعني كاع لي ديفيزيون والسلطات المحلية ساعدونا وصلنا ل الجمهور الجمهور يعني طبيعة الحال يعني هو الدوزيام جوار تاعنا دائما تبعنا سواء برا ولا الداخل هو دائما يشجع الفريق يعني بفضل المجهودات تاع الجبارة تاع الجميع حصلنا الهدف تاعنا. حبه لكرة القدم ولفريقه باعتباره مارس كرة القدم وحضوره الدائم إلى جانب لاعبيه جعل منه الرئيس الأكثر شعبية في مستغانم وحقق الهدف الذي سطره في بداية المشوار رفقة لاعبيه. لامبيونس داخل الجروب فريمون اون فامي من ناحيه اللاعبين ولا لي ديريجون ولا فريمون اون فامي وفامي وهذا اللي ساعدنا ووصلنا لهذا لي ريزولتا اللي حققناه. في نظرك مستغاني تسهل اكثر من فريق في القسم الوطني الاول؟ اكثر من فريق اون فيل كيما هذه وان ستاد كيما هذا يميريت او موان دو زيكيب ناسيونال. نشوة الصعود هذه تقاسمها أنصار الوداد وجميع سكان مستغانم وعلى رأسهم السلطات المحلية ممثلة بوالي الولاية الذي استقبل الفريق وقدم له مساعدات معنوية ومادية وحثهم على مزيد من العمل في المستقبل فهنيئا للوداد ونصر حسين داي ومولودية قسنطينة.